ناو غير داكشي اللي بقى عندها هاي خرجت طوكيو مالنا اجي اجي طوكيو والله سيبيه يلا المهم الخوت في هذه اللحظه بالضبط حاس بها باغا تولد بلا ما نبرسطوها نمشي ونخليوها تولد وهنا عندنا رانيا مقابله وليداتها حتى غدا ان شاء الله ونرجعوا لكم كاينه ما كايناش بيس واش الدراري معكم عمر مساري فيديو جديد كما شفتوا الخوت خليت لكم في اللقطات اللي قبل انه واحد اللقطات اللي طوكيو قريبه تولد او خليتها على استعداد باش تولد كما كتشوفوا الخوت من بعد ما الليل كامل وانا فايق معها صبحات الصباح تكملت الوليدات كامل يعني ولدات تبارك الله كل شيء وكل شيء بخير وعلى خير نوريكم الكليبات واحد بواحد وغادي نحاول نوريكم واحد المشكل اللي عندنا صغير خصنا نعالجوه طوكيو 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 صافي بيان المهم الخوت كما كتشوفوا هذه طوكيو وليداتها الا لاحظتوا مقارنه مع الخطره اللي فاتت كانت دارت فينا بغات عضنا هاد الخطره بحال اللي مولفه عندنا مشكل صغير المشكل صغير الخوت مع هاد الكليب هذا انا اللي شادو في يدي دونك انا اللي حاس به كنحس به بارد ومقارنه مع خوتو انا نوريه لكم ضعيف بزاف كيبان لكم الخوت فرق ولا لا دونك غادي نحاول نعطيه رداء ونقابلو مزيان ولا ما بغاش ندوزو للطريقه الثانيه ديالنا المهم الخوت كليب ديالنا هو هذا دونك خاصنا نحاولو معاه نبقاو مع ايطاب ايطاب حتى يرضى ما واخا كنعطيه يشد راه ما كيبغيش يشد الخوت لا ماشي هو هذا هو هذا كليب خوش بما ان طوكيو والده ورانيا والده فكرت علاش ما نحيدوش ليها ونحطوا رانيا دونك رانيا غادي يكون فيها الحليب اكثر من هكا والثدي ديالها غادي يكون رطب تنظن غادي يرضى احسن من طوكيو نو طوكيو نو سير سير ولكن الخوت بشرط انني خصني نعرف كيفاش نحيد لي هاد الشيء هذا بواحد الطريقه اللي فنيه ما تعيق بوالو كلشي كلشي صافي بيان وفي هاد اللحظه الخوت انا جالس كنقاد فيه انا راه حيدته حطيته بوحدو نسدش في الوليدات الاخرين وعاد نخرج هوب 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 المهم انا حاولت بحال نحيدو ما تعيق بوالو المهم الخوت ها هو الكليب بما انني خليت بما انني خليت طوكيو بلا خرجات خرجات عاقت بيه انا حطوك انا ردو طوكيو انا ردو 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 صافي ردو طوكيو دخل بلاصتك يلا عاقت بيه دخل بلاصتك دخل 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 صافي بيه المهم الخوت خصني نعاود نحيدو بواحد الطريقه اخرى الطريقه ما صدقاتش يلا دخل دخل بلاصتك دخل بلاصتك دخل هاك 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 رانيا هاك هي اللي والده هنايا رانيا رانيا شوف غنجيب لك واحد الولد وتهلاي فيه بالرجوله صافي متفقين يلاه شويه ونجيبو لك شكرا المهم الخوت غادي نعاود خرجت عاوتاني دابا جا الوقت باش ندخلوا رانيا ونشوفوا رانيا كيفاش غادي تتعامل معاه واش غادي تهلا فيه كانه ولدها ولا لا زيد
سمحي لنا رانيا رانيا سمحي لنا هاي خليها شوية هاكي هاكي صاس بيان تي زوينة تي باي قاسة شتي الخوت فين كتنفع الكاركتير ديال الكلب يقدر يعاونك في بزاف ديال الحوايج هاو جاي يلاه زي كوشي 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 با 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 خليه وين خليه خوت هو بدا كيشد هو بدا كيشد الدراري الدراري هو بدا كيشد كما قلت لكم الدراري علاش حطيته هنايا حيت هادي غيكون عندها رطبين ديال هو فمو صغير مازال ما معلمش زعما باش يشدو اول مص مزيان ولكن شوف الخوت باش ما نضيعوش مع الوقت بزاف غادي ندوزو له الخطه ب اللي هي غادي نحاولوا نرضعوه بيبي ميلك او حليب ديال الجراء الصغر ديال الشيو سبيسيال ديال الشيو نرضعوه شويه ونحطوه مع طوكيو يسخن مع خوتو وديك الساعه نبقى نرجعوا له كل جوج سوايع نردعوا يعني هذوك اللي بالخوت خاصو يبقى معنا ما خاصوش يغادر معنا او يسالي معنا المشوار ديالو هنا اجي نخرجوه هاشي المهم الخوت هذا هو الحليب ديال الشيو غادي نحاول نخلطو ليه وانا اللي نعطيه رضاء بسورنج كما كتشوفوا الخوت الحليب ديال الشيو تيكون داير بحال هكا بحال قلتي تقريبا الشكل ديال النيدو بحال هذا الشكل هكا تيكون غبره غندير واحد المعلقه في كاس ديال الماء ونخلطوها بشويه ديال الماء ونديروها في السورينغ ونحاول نجيبوها نردعوه هنايا هانتوما الخوت من بعد ما درزدنا فيها شويه الماء دونك دابا نحركوه مزيان تيولي لينا على الشكل ديال الحليب باش ما يقفش من الماء هذا حيدها خوت وانت كتحرك وكتطلع معاك واحد الريحه ديال اللبن كيجيب لك الله بحال اللبن بحال هكا غير بحال بغيت نقولو كنخلطوه مزيان وصافي وهذا هو الشيو ديالنا المهم الخوت ديما فما تحاولوا تبغيو تردعوا شي كليب كبير ولا صغير يعني ماشي اباردا يعني تبغي توكلوا شي دواء ولا شي سيرو ما تحاولوش تفورسيو عليه باش داك الشيء يهبطلو مع الجهاز العظمي ديالو ما يمشيش ليه شي حاجه اخرى واحد تكون واحد الطريقه سلميه اللي يخلي اللي يشرب بها الدواء او الحليب هذا ما عجبنيش الخوت من الديبار يعني ماشي تزاد ماشي تزاد هو هذاك وعاد تزاد ناقص لا تزاد مسكين ضعيف ولكن كما قلت لكم ما خاصوش يحبس معنا المسير انا خاصو يكمل معنا وعاوتاني واحد الحاجه زوينه بس زوين يقول له عندك جوج كلبات في نفس الوقت كما شو انا والدي عندي فولكا ماشي فولكا يا ربي تسمح لي رانيا طوكيو
دونك الخوت هذا غادي نحاول نحيدو الرانيه كاع ونخليه لطوكيو. دخت الخوت والله تهدخت. غادي نحاول نحيدو الران نخليها في مونتاج ما نقطعهاش. نحاول نحيدو لطوكيو ونحطو الرانيه حيت كنظن الخوت رانيه غتكلف به احسن من طوكيو. نمسحو ليه نزيدو شويه نزيدو كشويه البوكس بوكس بوس كاميرا بوس موح. اب اب صافي شبع الحليب بدا كيخرج له مني في الخوت يعني هادي كيقول لك انني شبعت. نزيدو شويه صافي نمسحو ليه ونحطو حدا فولك حضراني. دونك الخوت امونافي غادي نحاول نخليه مع وليدات ديال رانيا كنظن غادي تهلا فيه احسن من الاخرين حيت الاخرى شويه باقا مبرطه مع الولاده يعني الخوت الله يحسن العوان بزاف على تبقى مقابله مع هذا مسكين ناقص شويه والاخرين اللي صحاح. يلا خليه رانيا تهلا لنا فيه بالرجول الوليدات قول لها تهلا لنا فيه. لا طوكيو الخوت بحال اللي حاسه بشي حاجه ماشي هذيك غتخرج تقلب على ولدها ولا ما عرفت شنو ومع ذلك غنشوفوا الشيء الاخر. وهادو هما الوليدات ديال طوكيو. طوكيو خرجت كتقلب على الاخر ما غتلقاش غتدخل بحال هنايا. طوكيو بلاصتك يلا تبارك الله الخوت قول تبارك الله. طوكيو دخل كتشرب تشرب صحابني كتقلب عليه. يلا بلاصتك يلا دخل 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 اجي نزيد دخل يلا ساسي بيان وي عندي ورك عندي ورك عندي ورك دونك الخوت نحطو كل واحد بلاصتو ونخليهم على راحتهم تاعهم. ساسي بيان اجي تقد 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 هاك هاك ساسي بيان ساسي بيان وي 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 ساسي بيان بون شي شبيه جونتي. يلا خوت شويه ورجعوا عندها هي نشوفوها كيبقاش ونشوفوا الكليب اللي حطينا الرانيه كي ولا تا هو. المهم الخوت انا يلاه بات من عندهم دابا كيما شفتوا خليت طوكيو بوحده وشديت ولد مع طوكيو وحطيته الرانيه ترده كما قلت لكم كنظن غادي تعتني به احسن من الرانيه. كما قلت لكم غادي تعتني به احسن من طوكيو في هذه الفتره هذه وان شاء الله يكون غير الخير. المهم الخوت باش ما نطولش عليكم واحد شويه ونرجعوا عندهم نشوفهم بجوج كيف بقاو. المهم الخوت من بعد ما الليل كامل وحنا سهرانين معاهم وتقريبا فقت الصباح مشيت للسونتر ورجعت من بعد ما كنرجع كنلقى واحد اللي قدر يفارقنا في هذه المغامره او فارق الحياه بصفه نهائيه اللي هو غادي نوريه لكم وبقى الثاني ان شاء الله اللي حنا كنتقاتلوا معاه وغادي نمشيو معاه ايطاب باغيط. المهم الخوت كما كتشوفوا هذا هو الكليب الاولاني اللي فارق الحياه مات وهذا تقريبا هو من الكلاب الاولاني اللي تزاد وتزاد ضعيف مسكين ما كتعرفش لو يعيش ما عندنا ما نديرو ليه. المهم الخوت كما كتشوفوا علاش هبطتهم حيت الكليبات دغيا كيبردوا ليا هذا ما عرفتش علاش ماشي ما عرفتش علاش كيبقاو يتكركبوا ومازال طوكيو ما كتعرفش تردهم لبلاصتو ودونك كيبعدوا على خوتهم. الا بعدوا على خوتهم واحد غير واحد جوج دقائق ولا ثلاثة دقائق كتحس بهم جامد بحال اللي كانوا في بريدو. دونك تقريبا هادو انا اللي قايصهم دابا وانا اللي حاس بالبروده ديالهم داكشي علاش الخوت مخليهم حدا الشوفاج هنايا وكل شويه كاين الناس اللي مكلفين بهم كيردوهم. تحيه لهم من هذا المنبر. Thank you.
صباح الخير الدراري، كمشوا الليل كامل احنا مداقين مع دوك الكليبات. من بعد كيفاش غادي نشرح لكم بعد من بعد ما مات الاولاني وبقينا مقاتلين مع الثاني حنايا، حتى هو قدر يفارق الحياه وما كملش معنا المسيره. دونك دابا مشاو لينا جوج ديال الابطال، نحاولوا نكملوا المسيره ديالنا مع الشيء الاخر اللي بقى، والحمد لله فيها خير. معنا رانيا والابطال ديالها وطوكيو والابطال ديالها. داك اللي فارق الحياه انا غادي نوريه لكم دابا باش تشوفوا. كصباح نقول لرانيا صباح الخير. صباح الخير. ندوزو عن طوكيو. طوكيو هو طوكيو هو البطالة. ردي معاك البال الابطال، ردي معاك البال الابطال وردي لي مزيان. ها طوكيو هو طوكيو طوكيو ماشي مشكل ماشي مشكل ماشي مشكل. ودوك اللي بقاو بقاو بخير على خير الحمد لله. نتمنوا يبقاو معنا في الفيديو بحال هكا كاملا وكل شيء يدوز مزيان ان شاء الله. وحنا نشوفوا دابا رانيا. كما كتشوفوا رانيا خوت، رانيا الكليبه اللي يمكن لك تعود عليها، ناضيه تبارك الله تبارك الله. عارف اش كدير، عارف مزيان اش كدير. الوليدات كما شفتوا هادو ما قايسهمش انايا، بلاصين راسهم وهي بلاصتهم. الا بان لها شي واحد ماشي تلهيه كتمشي تجيبو فين ما كان وتحطو تما. تبارك الله عليك رانيا، بسلامه. فريمون الخوت مسؤوليه كبيره مع دوك الكليبات. هاي طوكيو خارجه، راه ما غاديش يحس بيا الا الناس اللي مدوزن وعارفين بحق التماره اللي كيضربوا مع دوك الكليبات في هذه الوقيته. وصراحه ماشي التماره اللي كيكون عليك اوبليجين، هذه هي التماره اللي كديرها وانت باغي ديرها، كديرها وانت فرحان. حيت فريمون كيكون بينك واحد بينك وبين الكليبات ديالك واحد الكونتاكت اللي كبير بزاف، كدير داك الشيء وانت ناشط يعني فرحان. طوكيو هو طوكيو 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 خرج تضرب دوره وتخرج طوكيو خرج تضرب دوره وتدخل عاوتاني. كما قلت لكم الخوت، ما غاديش يحس بك الا الناس اللي كيضربوا تماره واللي كيضلوا الليل كامل هما فايقين، يعني ما كينعسوش. راه كنظن ما كينعسوش خصوصا ديك السيمانه الاولانيه. تخيل معايا انت كل دو زوغ كتنوض تطلع على الكليبات، او كل جوج سوايع كتصيفط واحد يطلع على الكليبات، حتى داك الشيء قاصح ديال بصح. اش نقول لكم الخوت، الله يدير الخير وان شاء الله كل شيء غادي يدوز مزيان. المهم كما قلت لكم خليهم دابا ونرجع لهم في ساعه زوينه ان شاء الله. المهم الدراري من بعد ما شفتو كانوا مشاو لنا واحد جوج ديال الكليبات، بعد انا بعد بزاف ديال المشاكل دار اليوم غادرنا الثالث كان صحيح كان بخير كان واد، ما عرفتش غفلت عليه غير واحد الدقائق او ما كنظنش ساعات، كنظن غير بعد دقائق حتى لقيتو مات. انا غادي نوريه لكم واحد الكليب اللي كان قري زويون تبارك الله، كنظن كانت كليبه مكتبش. طوكيو هاجي خرج طوكيو. دونك طوكيو ما تبغيش تخرج تبقى مقابله وليداتها، نتمنوا غير داك الشيء اللي بقى عندها. هاي خرجت طوكيو مالنا، هاجي طوكيو. فوالا سي بيان. يلا بلاصه قابلي يا وليدات قابلي. كما قلت لكم
ما كتابش لو تاوي عيش ما عندنا ما نديرو دونك نتمناو غير داكشي اللي بقى يسخر فيه الله يكون كلشي بخير. نشوف على الوليدات انا بقيت قادر نقول والو ما قادرش كاع نهضر معاكم كاع كيكون بنادم مريض في عقله وكيزيد يمرض مع بزاف ديال الحوايج كلشي على الله خليه على الله يلا بلاصتك يلا يلا بلاصتك يلا اطب هانتوما خوش كي مرت ليكم بحال الاخر اللي مات غتكون غير نعسات عليا ولا شي حاجه يلا يلا تقد 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 اوب 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 يلا اوب كما شفتوا الخوت بقاو عندها غير ربعه ديال الكليبات مات الاول مات الثاني مات الثالث كل واحد وكيموت بواحد الطريقه اللي مغايره عكس داكشي اللي كنت قلت لكم في الفيديو ديال رانيا ديال الفيرميفيجور فاكسين لا هنا وقعنا في واحد المشكل اللي ما كناش متوقعينه وماتوا بطريقه مغايره داكشي اللي قدرت نقول لكم انا دونك داكشي ديال الفاكسين داكشي ديال الفيرميفيج ما عنده حتى علاقه هنايا في هذه اللحظه كيتسالى الدور ديالو هنايا بقاش هنايا الدور ديال المقابل اما واحد راني تبارك الله عليها معيشه وليداتها بخير دابا نوريها لكم كلشي عندها هو هذاك انا الخوت كما كتشوفوا واحد رانيا مقابله وليداتها كلشي شي عند بلايصو بقات ها هذا هو نزيدو عندها اما هما كيبانوا لي رضعانين شبعان كل يبان تبارك الله باين الصحه ديالهم مزيانه ولكن واخا هكا كنقابلوا شويه كاين هادشي راني ولا مكاينش وراني تي بوغوس انت زوينه اب يلا شوف